تراجع تدريجي ومتذبذب لسعر صرف الدولار في العراق، لكنه لم يغير كثيرا من أسعار السلع في السوق، فأغلب التجار هنا يرون أن الاستقرار النسبي مؤقت ولا يمكن لأحد التكهن بسعر الورقة الخضراء في قادم الأيام، ما جعلهم يحاولون تحصين أنفسهم من خلال البيع بسعر يضمن تحجيم خسارتهم في حالة تحليق الدولار مرة أخرى في سماء الاقتصاد. وفضلا عن مخاوف ترنح الدولار، يرى التجار أن بقاء الأسعار مرتفعة جاء بسبب شراء أغلبهم مواد بكميات كبيرة أثناء الانخفاض الأول للدولار، عندما وصل سعر الصرف إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، فالكل توقع وقتها أنه سيعود إلى الارتفاع، الأمر الذي كدس مواد بأسعار باهظة في مخازن المحال انعكست بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطن. احنا سوقنا بكميات وهي كلش كبيرة، فما نقدر نبيع هذا، ما نقدر ننزل هذه الأسعار إلا لما نخلص الكميات اللي عندنا. بس احنا دافعينها، يعني مثل ما تقول دافعين على 160 وعلى 170 وعلى 150، هاي كلها احنا دافعيها، فمن راح ينزل السوق فمن نقدر ننزل وياه، لأن راح يصير عندنا خسارة كلش كبيرة. من جانب آخر، يرى مواطنون أن بقاء الأسعار مع تغيرات الدولار جاء بسبب ضعف الرقابة التجارية على بعض الأسواق في البلاد، في وقت يحاول التجار فيه تعويض خسارتهم التي تكبدوها قبل أشهر عن طريق استغلال تذبذب السوق. احنا موعدنا مثل مراقبة اقتصادية، مراقبة يعني أمنية، يعني هذا المفروض اكو متابعة، هذا نشوف اكو متابعة، بعد ما يقدر يتلاعب بالأسعار، هذا هو اللي حاليا اللي هو، لان هسه انت ابسط مثال التاجر، انت تصدر قرار، بس انا تاجر وما اسمع القرار، شنو الفائدة؟ وين مرجعها؟ مرجعها على المواطن الفقير، انا وغيري، مو صح ولا لا؟ على الرغم من الاستقرار النسبي للدولار عند عتبة 140 ألفا أو ما يزيد بقليل لكل 100 دولار، فإن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار في السوق، فالانخفاض اقتصر على أقل من 1% فقط في وقت انخفض فيه الدولار إلى أكثر من 10%، الأمر الذي خلق ضرورة ملحة لزيادة جهد المؤسسات الأمنية المعنية بمراقبة التجار. من وسط حمزة الأسدي، UTV.